أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء مشاهدينا الكرام من صحيفة الميثاق الوطني، ونقرأ منها مقالا بعنوان عودة مجالس المحافظات شرعنة للفساد للكاتب يحيى السنبل. إذ تعد مجالس الانتخابات حلقة من حلقات الفساد التي أوجدها الاحتلال عبر ما سماه الدستور الذي وضعه بريمر، وتخللت فقراته كثير من الأمور التي لا ترقى لكتابة مقالة لوصف حالة معينة. فكيف يمكن أن تكون في دستور أصبح هو الإشكال في حل المشكلات التي تعتري الساحة العراقية؟ وهو ما يضطر مجلس النواب إلى إرسال استفسار للمحكمة الاتحادية لتفسير بعض بنود هذا الدستور. إن وجود ما يسمى مجالس المحافظات التي تشترك فيها كل دكاكين أحزاب العملية السياسية هي المانع الأكبر لبناء وإعمار المحافظات، وقد ساهمت بشكل كبير في عملية التردي للواقع الاقتصادي والمعيشي، وأعطت صورة سلبية عن حياة العراقيين، وصارت بيئة طاردة لاستقدام الاستثمارات. لذلك لابد أن يقول الشعب كلمته من جديد بمقاطعة تلك الانتخابات الهزلية الكاذبة المحسوم أمرها والموزعة مقاعدها على منتسبي أحزاب الفساد قبل القيام بإجرائها. إن المواطن العراقي يعي جيداً أن هذه العملية السياسية بما شابهها من فساد وخلل في بنيتها وتركيبتها لا يمكن أن تقدم أي نموذج يمكن أن ينهض بالعراق، بقدر ما تقوم من تكبير وتقييد أي عمل على كل الأصعدة للتطوير والازدهار. لذلك لا بد من الوقوف بوجه هؤلاء الفاسدين وكشف زيفهم وخداعهم وفضح أساليبهم التي تنخر في جسد العراق الذي أصبح في آخر سلم الدول الفاشلة بكل المقاييس وفي كل الأصعدة. وعن الانتخابات أيضا كتب عصام الياسري مقالا جاء فيه: ليس أمام القوى المدنية التي تسعى إلى التغيير من الناحية المنطقية والموضوعية إلا مقاطعة الانتخابات والذهاب إلى المؤسسات الدولية لقطع الطريق أمام الأحزاب الطائفية ووضعها أمام الأمر الواقع. مع التحديات الخطيرة وتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية وتسويف أحزاب السلطة ومحاولاتها تجيير الدستور لصالحها، فإن واحدة من أهم الموضوعات التي تخيف الكتل السياسية الماسكة بسلطة الدولة العميقة مسألة تحقيق الانتخابات بالشروط التي يطالب بها المجتمع العراقي وحراكه الشعبي في أغلب المدن العراقية. فالطبقة السياسية لا تزال تتصرف بمنطق المصالح الشخصية والفئوية بالضد من رأي الشعب الجمعي كمصدر للسلطات الاعتبارية التي لا يجوز التفريط بها بأي حال من الأحوال. وعلى قدر أهمية القضايا التي يتطلع الشعب العراقي لها، هناك مسألتان لا بد من معالجتهما على كل المستويات للخروج من المسارات الفاشلة للدولة العميقة: تركيبة الأحزاب ومفهوم الانتخابات. الأمران في العراق من الناحية الواقعية لم يقتربا مما هو متبع في الدولة المدنية للمجتمعات الديمقراطية، لكن إذا ما استمرت التجاذبات السياسية في ظل الظروف المحيطة بالعراق تمرد الميليشيات، فلن تعد الانتخابات مطلباً حكيماً للذين يهمهم بالأساس تبيان مصداقية مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحقيق مطالب القوى المعارضة للنظام الطائفي، وأهمها
تعديل الدستور وسن قانون الانتخابات والأحزاب بأيادي أصحاب الاختصاص على أن يعرضا للاستفتاء الشعبي، أيضاً إعادة تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة. عن إبادة غزة والحضارة الغربية كتب سنان أنطون مقالاً بصحيفة القدس العربي، جاء فيه: بعض المتصهينين في الغرب يؤمنون بأن إسرائيل تمثل قلعة للحضارة الغربية في شرق متخلف يمكن دوماً وبسهولة بفضل أرشيف الاستشراق ومفردات التفوق العرقي والحداثة الاستعمارية أن يسقط كل ما هو سلبي على حاضره وماضيه وثقافته. وهنا أضاف الكاتب أن خطاب نشر الحضارة هذا كان عماد الاستعمار بنسخه، ولا سيما الاستعمار الإحلالي الذي دمر بوحشية شعوباً وثقافات ولم تكن أعراقها وألوان بشرتها في المراتب العليا في سلم التراتبية الإنسانية، الذي وافق عليه ورسخه فلاسفة من أجل نشر الحضارة الغربية وتأسيس دول ستخلو أساطيرها المؤسسة وتاريخها الرسمي فيما بعد من أي ذكر للمذابح والإبادات، وليست إسرائيل استثناء. ترتبط مقولة الحضارة الغربية في المخيال الجمعي لدى الكثيرين في العالم بحزمة قيم إيجابية وبصروح وإنجازات ومساهمات معرفية وثقافية وفنية، ولكن مثلما تسقط وتخفي الأساطير القومية المؤسسة تاريخ الإبادة والمذابح، فإن سردية الحضارة الغربية المؤمثلة هي نتاج عملية غربلة أيديولوجية تسقط الوحشية والعنف المادي والمعنوي، وتخفي تاريخاً طويلاً حافلاً بالدماء والدموع والجماجم والجثث كان أساساً وثمناً باهظاً لتشييد هذه الحضارة الغربية. كلما قرأت أو سمعت مدحاً وتبجيلاً للحضارة الغربية تذكرت مقولة الفيلسوف الألماني فالتر بنيامين: كل وثيقة حضارة هي في الوقت ذاته وثيقة بربرية. ولعل بربرية الحضارة الغربية التي يدافع عنها هيرتسوغ واضحة الآن للعالم بأكمله، لا في جرائم الجيش الإسرائيلي، في محاصرة واستهداف المدنيين العزل وتدمير الحجر والحياة في غزة المثخنة بالجراح فحسب، بل في فلسطين المحتلة كلها، في شراسة وبشاعة خطابي ومقولاتي وردود فعل الغالبية العظمى من الإسرائيليين ودعمهم ودعواتهم الواضحة والصريحة لإبادة الفلسطينيين. خلص مقال مهم لكاتبين كبيرين، أحدهما سياسي إسرائيلي سابق، إلى أن إسرائيل خسرت الحرب في غزة، وقالوا إن تل أبيب لم تحقق أياً من أهدافها السياسية بعد أكثر من شهرين على الحرب الدموية العنيفة التي تشنها على غزة. وتحت عنوان إسرائيل تخسر هذه الحرب، كتب كل من توني كارول ودانيال ليفي مقالاً نشره موقع ذا نيشن، خلصا فيه إلى أنه مع الدمار الهائل الذي تسببت فيه قوات الاحتلال في غزة إلا أنها لم تحقق أياً من أهدافها. وأشار المقال إلى التشابه بين هجومه السابع من أكتوبر وهجوم شنه الثوار الفيتناميون في عام 68 وتسعمائة وألف كان كفيلاً بإحباط الأمريكيين وجعلهم يراجعون مواقفهم من الحرب الفيتنامية، وذلك على الرغم من الخسائر الباهظة التي تلقاها الثوار الفيتناميون. مفهوم حماس للانتصار العسكري يتعلق بالمجمل بالدفع باتجاه تحقيق نتائج سياسية بعيدة المدى. لا ترى حماس إنجاز النصر في عام أو في خمسة أعوام، وإنما من خلال الاشتباك لعقود من النضال، وذلك النضال هو ما سوف يزيد من التضامن مع فلسطين بينما يزيد من عزلة إسرائيل. في هذا السيناريو تحشد حماس السكان المحاصرين في غزة من حولها مستثمرة ما يشعرون به من غضب، وفي نفس الوقت تساعد على انهيار حكومة السلطة الفلسطينية من خلال ضمان رؤية الفلسطينيين لها باعتبارها مجرد تابع ذليل خانع للسلطة العسكرية الإسرائيلية.
في هذه الأثناء تبتعد الدول العربية بقوة عن التطبيع، ويتحالف جنوب الكوكب بقوة مع القضية الفلسطينية، وتنفر أوروبا بسبب تجاوزات الجيش الإسرائيلي، وينطلق جدل أمريكي حول إسرائيل، محطماً بذلك الدعم الذي ما لبثت تحظى به إسرائيل من الحزبين هنا منذ مطلع السبعينيات. أقرأ أيضاً: حتى لو طأطأ العرب رؤوسهم وابتلعوا عارهم وغضبهم إلى الأبد، فإنها لن تفلح. إن الكيان الذي يقوم على القسوة البشرية لا مفر من أن يتقوض وينهار على ذاته. يبدو أن الولايات المتحدة باتت ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط ارتباطاً عضوياً يصعب الفكاك منه، فقد كشفت أحداث المنطقة على مدار العامين الأخيرين أن الخروج الأمريكي من الشرق لا يعد أن يكون أمانية لبعض التيارات في الإدارات الأمريكية، أو هو في أحسن الأحوال يمثل خططاً نظرية لا تملك فرصاً للتنفيذ ضمن الاستراتيجيات الأمريكية الفعلية. هذا بحسب تعبير الكاتب غازي دحمان في موقع عربي 21، الذي أضاف أن الحرب الإسرائيلية كشفت عن هذه الصورة في غزة بدرجة كبيرة، إذ أرسلت الولايات المتحدة أهم أصولها العسكرية إلى المنطقة، وانشغل المستوى العسكري الأمريكي بطاقته كلها في إدارة الحرب والإشراف عليها. ستجد أمريكا نفسها بعد فترة أسابيع أمام واقع صنعته بيدها، وسيشكل لها مشكلة طويلة الأمد، فسيكون مطلوبا منها باعتبارها الطرف الذي أدار الحرب إدارة مرحلة الخروج من الأزمة. بما يعنيه ذلك من عملية إعمار، لن يكون من السهل إقناع الأطراف الإقليمية والدولية في المساهمة بها بدون ضمانات سياسية، ذلك أن حجم الدمار كبير، مما يرفع فاتورة إعادة الإعمار بدرجة كبيرة، وكلما ارتفع حجم الفاتورة ستقبل واشنطن مرغمة بتقديم بعض التنازلات للفاعلين الإقليميين والدوليين. لا يعني ذلك أن واشنطن في طريقها لتحقيق أهدافها، وعلى الأرجح أن عامل الوقت لن يسعفها في هذا المسعى، ذلك أن القضاء على حماس يحتاج لزمن طويل وبيئة استراتيجية مختلفة، فيما هناك محددات تفرض على أمريكا القبول بالحد الأدنى من تحقيق الأهداف. والواقع أن الولايات المتحدة لن تتمكن من تعديل قواعد اللعبة أو إعادة ضبط بعد أن ربطت مكانتها الدولية بالانتصار في هذين الحربين، بالإضافة إلى استنفارها الكبير. وهذه مشاهدينا وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
توصلت دراسة جديدة إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض الخرف الزهايمر. وبحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية، فقد قام الباحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا بتعديل جدول التغذية لمجموعة من الفئران، بحيث تناولوا الطعام في أثناء 6 ساعات فقط كل اليوم، في حين سمح لمجموعة أخرى بتناول الطعام في أي وقت في أثناء اليوم. وقد وجد فريق الدراسة تحسنا ملحوظا في ذاكرة الفئران التي اتبعت الصيام المتقطع، وانخفاضا ملحوظا في اضطرابات النوم لديها. تبين كذلك أن لديهم تراكما أقل لبروتينات الأميلويد في الدماغ، وهي السمة المميزة لمرض الخرف الزهايمر. وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة باولا دي بلاتس، الأستاذة في قسم علوم الأعصاب بكلية الطب في جامعة كاليفورنيا، إن الصيام المتقطع يتميز بكونه لا يتطلب تحديد عدد السعرات الحرارية التي ينبغي تناولها في أثناء اليوم، ولا تغيير النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الشخص. ويعرف الصيام المتقطع بأنه نظام غذائي يعتمد في أثناء مدة محددة من الصيام والأكل، وذلك وفي أثناء الصيام يسمح فقط بشرب الماء، ولا يسمح بتناول طعام أو مشروبات كذلك تحتوي على سعرات حرارية، في حين يسمح بتناول الطعام في أثناء أوقات الأكل المحددة. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. جينا هنا جنوب رفح، يقولوا لنا روحوا جيش الدفاع عملكم مساعدات، عملكم أواء، عملكم ما شفناش إيش منيح بالمرة. إحنا عايشين مكلنا السقع، فيش حمامات، فيش راعي، بننام على الرمل. أنا مريضة سرطان، عاملة عملية في مصر 7,000 دولار كلفتني، استأصلت أورام من العمود الفقري. أنا ما بلاقيش فرش ولا حاجة أنام عليها، بنام على الرمل متلج. نفتقد لكل وسائل الراحة، نفتقد لكل حاجة تخليني أكون إنسان. أنا كنت عايش في غزة إنسان، ما فيش حاجة نقصاني، ماكل، شارب، مرتاح في بيتي، قاعد في أمان. أنا هنا مش في أمان، أنا هنا لما بيجي يحوم الله يعزك الكلاب حوالينا بنتلمس، أولادي بصيروا عيطوا بخافوا. أنا قاعد في صحراء، فيش غاز، فيش مية، المية اللي بنشربها ملوثة، المية اللي بنشربها ملوثة. في نهاية جولتنا الصحفية لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحيتنا في صدى الأقلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.